وأشكركم طبعا على هذه الدعوة. أتمنى والله أن أحضر بدون دعوة لولا الظروف القاسية التي عندي، وهو عدم حصول المركبة وظروف أمنية كثيرة، وإلا والله لوقفت معكم كل وقفة صغيرة أو كبيرة، لكن أعتب على علمائكم ومشايخكم ثم ترضون عليهم، لكن أنا أرضى. أنا لساني طويل، أتمنى كل فعالية يحضرون بدون دعوة، لأن هذا الشيء عمل إنساني. لماذا دخلت المرأة السجن؟ ولماذا استشهد هذا الولد؟ ولماذا أودع ذلك الطفل والكبير والصغير في السن؟ إلا لأجلنا جميعا، لأجلكم أيها العلماء، لأجلكم يا كبار السن، أولادكم في الساحات وأنتم تختبئون، أقصى ما عندكم تلزمون المراتب وتجلسون في البراحات وتجلسون تتسامرون إلى الصباح ولا تهتمون بما يحدث في الساحة. هذا حرام، هذا لا يقر عاقل. إذا كنا صدق إحنا أحرار وإحنا نريد النص ونكسر العزة والشرف، لابد أن نجتمع جميعا، لا نفرق بين صغير وكبير ولا نفرق بين رمز وآخر، لابد أن نكون جميعا نهتف جامع جميعا، كما هتف إمامنا الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء: هيهات منا الذلة.